السلام عليكم، اهلين فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معكم عن التسريبات اللي طلعت لايوس 13 اللي أبل راح تعلن عنه في المؤتمر الاثنين القادم. فالتسريبات اللي طلعت عندنا ثلاث صور، هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية والصورة الثالثة. فكبداية راح نتكلم عن هذه الصورة، الفروق بينها وبين السوفتيرات اللي موجودة عندنا الحين. فلو نتكلم عن أول حاجة ذا السكرين شوت، هذا السكرين شوت اللي عندنا أو سطح المكتب اللي عندنا في الايفون. لو بنشوف الاختلافات اللي عندنا الحين، الاختلاف عندنا تحت لو نشوف اللون هنا داكن، الدوك هنا موجود اللون شوي فاتح، فهذا الفرق في البداية طبعا بسطح المكتب. أبل ميوزك اختلاف كبير، صار اللون الأسود طابع اللي عليها. لو بنشوف أبل ميوزك القديمة اللي عندنا، طبعا أنا حادث أبل ميوزك، طبعا الميوزك في الإصدارات اللي موجودة عندنا كلها لونها أبيض، يعني فرق كبير. لو بنشوف هنا كذا الأبل ميوزك اللي موجودة عندنا الحين كلها راح تكون باللون الداكن الأسود، فهذا الدارك مود. لما نشوف كيف صايرة، نجي لحق آخر تسريب، هذا التسريب، التسريب هذا حق السكرين شوت. لو بنجي هنا ونسوي سكرين شوت هنا ونفتح سكرين شوت، لو بنشوف هنا لو فتحناه يكون عندنا اللون الأبيض كامل فوق مثل ما نشوفه، كله لون أبيض. هنا هنا في التسريب اللي طلع حق لايوس 13 راح يكون لون أسود. وطبعا الأشياء اللي تحت هنا اختصارات متغيرة، هنا عندنا هنا حتى المسطرة ما كانت عندنا موجودة المسطرة هنا، هنا الألوان الثانية كيف الحركة تختلف. ففي تحسين مثل ما نشوف، هذا الإصدار 12 وهذا الإصدار 13 واللون الأسود مثل ما نشوف الجوانب كلها طالعة، فهذا الاختلاف اللي موجود الحين. برضو التسريب الثالث تكلمت عنه من قبل، أن أبل راح تدمج الفايند ماي فريندز وفايند ماي آيفون، راح تسميه فايند ماي يمكن، أو في باقي كلمة ما أدري إيش بيسمونه، لكن فايند ماي يمكن تكون ملمة، لأن التحديث اللي عندنا لو بنشوف هنا مثلا نروح على الخرائط اللي عندنا البرنامجين كانوا مفصلين فايند فريندز فايند آيفون، الحين بيدمجونهم أبل في برنامج واحد. طبعا هو اسمه فايند ماي فريندز فايند ماي آيفون، لكن إذا حملته يصير مكتوب كذا. لو بنشوف هنا في أب ستور نفتحه نكتب مثل ما نشوف هنا يطلع لك فايند ماي فريندز، نضغط عليه اسمه راح يكون هنا find my friends، بس اذا حملته راح يكون مكتوب عليه find friends. فابل تبي تدمجهم اثنينهم مع بعض، راح تعثر على اجهزتك وتعثر على اصدقائك من نفس البرنامج، ممكن افضل ما انهم اثنينهم لحق العثور، فراح يكون بعثور واحد، يمكن يسمونه find my مثل ما نشوف، ما ادري راح نشوف قدام. لكن هذه التسريبات دي مؤكده، يعني تسريبات طالعه من موقع معروف اللي هو 925 ماك، ومعروف مع ابل هذا الموقع، اذا قال لك شيء يصير صادق فيه. فهذا التسريبين اثنين. التسريب الثالث حق ريمايندرز، مثل ما نشوف في تغيير قوي طبعا معنا من الكالندر، نتكلم عن ريمايندرز. لو بنشوف ريمايندرز اللي موجود عندنا الحين شوف كيف شكله، باين عليه انه الحين موجود بوضع ليلي، لكن بعد ما نحدثه راح يكون مو بوضع ليلي، ما ادري شو السالفه. لكن هذا التسريب برضو، بس من لما نشوف ريمايندرز كيف صار اللي في الجنب، كيف الحين موجود وكيف راح يكون يعني قدام مثل ما نشوفه، هذا التغيير. والتغيير الثالث يمكن هل يعتبر تغيير ولا تغيير، ما ادري يعني. اللي اشوفه الحين ابل ما غيرت على حركه تقسيم الشاشه لو نفتح برنامجي في نفس الوقت، لكن راح نشوف قدام ايش بيسوون. لكن هذه التسريبات الثلاثه اللي طلعت الحين، وهذه مؤكده راح نشوفها في المؤتمر القادم حق ابل. وبس في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تهمني. والسلام عليكم.